ونشوف هالوقفة الاحتجاجية بمناسبة عيد العمال. في البداية شكرا لهذه الفرصة، وهني الطبقة العاملة الكردستانية والعراقية والعالمية بمناسبة عيد أول آيار، عيد العمال العالمي، عيد التضامن مع العمال والكادحين في جميع بقاع الأرض. بصراحة الهدف الأساسي من هذه التظاهرة هي توجيه رسالة مطالب أو اعتراضات حول الوضع المتردي للطبقة العاملة والكادحين وكذلك الموظفين وأصحاب الدخل المحدود. مع كل الأسف هناك عدة سياسات ما يسمى بالسياسات الإصلاحية لسلطة إقليم كردستان، كل هذه السياسات تحت مسميات الإصلاح هي جزء من الاستغلال وزيادة المعاناة على الطبقة العاملة العراقية وعلى الكردستانية وعلى الكادحين والموظفين والكسبة. النقطة المهمة هي ليس بإصدار القوانين، هناك عدة قوانين مهمة ويعني عملية، ولكن المهم بتطبيق هذه القوانين. هناك عدة قوانين تصدر من قبل برلمان كردستان، ولكن الحكومة السلطة نفسها تغيب عن إصدار هذه القوانين أو تطبيق هذه القوانين وتنفيذها. اليوم مظاهرة احتجاجية ضد سياسات الحكومة الإقليم وحكومة العراقية بخصوص وضع العمال من جانب القانوني وجانب الاقتصادي والسياسي، يمرون حياتهم في أمور صعبة وفي غلاية المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. اليوم قمنا بالمظاهرة احتجاجية من قبل لجنة مراسيم أول آيار، ونطالبوا بمحاسبة الفاسدين ونطالبوا بمحاسبة المضطهدين على العمال واصحاب العمل، خصوصا الشركات الكبيرة اللي يظلمون على العمال، يشتغلون بالعمال اوقات كثيرة وما ينطم اجرهم بوقتهم، ما ينطم اجرهم بشكل كافي. هذا المشاكل، واحد المشاكل الموجودة في الاقليم الكردستان مسألة السلامة المهنية والسلامة الصحية. في الشهور القادمة خمسة العمال في المحافظة السليمانية ماتوا بسبب إصابة العمل، ومع ذلك السنة قبل 19 العمال ماتت بسبب الإصابات، بسبب عدم التزامات أصحاب العمل بسلامات المهنية والصحية. مسألة كورونا، مسألة الوضع الطبيعي، وضع ناطبيعي في الإقليم الكردستاني والعراق،
يتأثر على العمل، يتأثر على الجانب الاقتصادي، يتأثر على قوة العمل. صارت البطالة ظاهرة واسعة مستمرة، ويتأثر على معيشة العمال خصوصا وعوائلهم.